تخيلوا معايا واحد الانسان ما كيستريساش بتاتا، شنو موقع له في الحياه ما كيستريساش؟ راه واحد النهار فاق في الصباح لقى ولدو قال له في اللي يمشي للمدرسه، قال مراته ماشي مشكل وخرج سي بيان ما تيستريساش، ولكن من بعد شنو وقع؟ مين مشى للخدمه قالوا له سمحنا ولكن راه خصك تمشي في حالك ما يمكنلكش تبقى خدام معنا. عاوتاني قال انا ما غنستريساش، رجع للدار قالها لمراته، مراته قالت له هادشي ديالك طلع عليه في راسي، ما يمكنليش انا ما كتدخلش فلوس ما والو، انا غنمشي نجلس مع ماما وبابا. قال ماشي مشكل ما تيستريساش، بقى جالس في الدار. من بعد واحد الشهر جاو دقوا عليه قالوا له خصك تخرج من الدار لانك ما كتخلصش الكرا. ماشي مشكل ما تيستريساش، حتى الفوقاش. واحد الانسان اللي ما تيستريساش كتسمع زوينه، هذاك السيد كاع ما كيستريسي، سي اكسترا اوردينير، ما كرهتش نرجع بحالو. ولكن في لا فغي في الحياه الحقيقيه الا كان شي واحد ما تيستريساش راه ما غاديش يكون انسان زوين. حقاً انا كمعالج ديما كيوقع لي هاد القضيه، تيجيو عندي الناس تيقولوا لي بغيت نتهنى من ستريس، هاد الشعور هذا هلكني، هاد القلب ديالي هكا كيتزير، ما بقيتش حامل هاد الشعور هذا، بغيت نتهنى منه، حيدوا عليا ما بقيتش باغيه. الوغ تنضحك معاهم تقولوا ما هي لا ما بغيتيش القلب، نقدروا نمشيو عند صديق ديالي راه شيروجيان نعيط له ويحيدوا ماشي مشكل. ولكن انا تنفهم باللي بعد نوبات الواحد كيتزير بزاف لدرجه انها شي حاجه اللي منه ما كيبقاش حاملها. دونك هذا لو ستريس اللي تخلينا اننا ما نبقاوش مرتاحين مع راسنا، اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا باش اننا جوستومون نحولوا لو ستريس اللي يكون نيجاتيف فيغ ان ستريس كي بوزيتيف. الوغ باش نبداو غنشوفو اون ديفينيسيون على ستريس، ونشوفو سيانتيفيكمون سكي سباس، شنو تيوقع في الجسم ديالنا ملي تنستريسيو، اي التعريف ديال ستريس، علاش كنستريسيو، كيفاش كنستريسيو. لو دوزيام بوان سي الفرق بين لو ستريس نيجاتيف و لو ستريس بوزيتيف. كاين واحد لو ستريس كيتسمى ستريس بوزيتيف، انك مستريسي اي سي اون بون شوز داكور. لو تخوازيام بوان غنشوفو كيفاش الواحد انطلاقا واحد العلاقه سليمه مع اللاوعي ديالو مع لانكونسيون ديالو يقدر يحول لو ستريس نيجاتيف فيغ ان ستريس كي اي بوزيتيف. الوغ نبداو اول حاجه في لا ديفينيسيون ديال ستريس، تنستريساو ملي كنكونوا في واحد الموقف اللي بحال نقولوا فيه واحد الخطوره واحد لو دونجي واللي باغي نلقاو له اون سوليوشن واحد الحل. شحال هادي ملي كنا في الغابه كان الانسان الا شاف واحد السبع ولا واحد الغول كيجري من موراه غادي يستريسي غادي يتخلع. شنو كيوقع في ذاك اللحظه باش كتستريسي؟ علاش كتستريسي؟ كتستريسي يا اما باش انك تمشي تدابز تسمى فايت، اولا باش انك تهرب اللي كتسمى بالانكلي فلايت. الوغ ملي كنستريسي كيس كي سباس او نيفو دو كور، عندك في الجسم ديالنا واحد الغدد، بزاف ديال الغدد، كاين واحد الغدد مسؤولين على الستريس كيتسماو لي غلوند سورينال. هاد لي غلوند سورينال هما السميه ديالهم جاو فوق لي غان، هما صغيورين بزاف ولكن عندهم واحد المفعول اللي كبير كبير بزاف، لانهم كيخرجوا لي زهرمون ديريكتومون في لو سون في الدم، وملي كتمشي شي حاجه في الدم راه كتوصل لو كور كامل، لان القلب اللي جا الوسط كيبقى كيبومبي لو سون وكيعبي كيعبي الهرمونات اللي طالعين من السورينال كيمشيو في لو كور كامل، اي دوكو لو كور كامل كيستريسي الموسكل سميتهم لي زارتير لي فين كيتشدو لي سميتهم لو كور بواحد الطريقه كامل كيستريسي لو سيستيم ديجيستيف. ما تيقول دابا سالينا ماشي الوقيته ديال لو سيستيم ديجيستيف هاد الساعه، الوقت ديال حاجات واحد اخرين، حاجات ديال الدباز ولا ديال ديال باش اننا نهربوا. دونك من هذا المفهوم نعرفوا الفرق بعدا بين واحد لو ستريس اللي تيتسمى ايغو واحد لو ستريس اللي كيتسمى كرونيك. ستريس ايغو هذا اللي هضرنا عليه في الغابه، كيخرج سبع صافي هربتي ما عمرك تعاود تلاقاه، سالينا القصه. لو ستريس كرونيك هو انك تكون جالس وكتقعد تفكر واحد الحاجه وقعات، تفكر انك دابستي مع واحد خينا خدام معاك وكتفكرها النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، حتى الدماغ ديالك تيتساتور حتى كتعيا، هذا كيتسمى لو ستريس كرونيك. ولا وقعت النهار الاول ماشي مشكل، ولكن لو وقعت سيمانه بدا كيوقع شويه المشكل، ولا وقعت شهر شهرين ست شهور عام كيتسمى ان ايطا دو ستريس كرونيك. ونون سولمون هاد ايطا دو ستريس كرونيك غادي ياثر لك على النفسيه ديالك، الا كنتي فرحان ما غتبقاش فرحان، ما غتبقاش كتقدر تعبر على الفرحه ديالك بزاف، ترجع كتقلق دغيا كدابز مع الناس، ولكن ايضا على الجسم ديالك كيظهروا دي دولور في العضلات، كيظهروا دي دولور في وسط لو سيستيم ديجيستيف، هادو كيتسموا لي تروبل بسيكوسوماتيك. اذا لا احسن الواحد ما يعيش هاد لو ستريس كرونيك. كيفاش نديروا باش اننا ما نعيشوش لو ستريس كرونيك؟ اول حاجه نفهموا باللي هادشي كامل جاي من لو كور ديالنا، بحال حنا اللي تنديروا راسنا هاد الامراض. ملي كنبقاو تنستريساو لمده طويله
كنفرعوا ليستوما ديالنا داكور. الوغ باش اننا ما نبقاوش نفرعوا ليستوما ديالنا انا جايكم كتسمى اون بون غولاسيون مع لانكونسيون ديالك. بحال انت ولانكونسيون ديالك اللاوعي ديالك اللي هو اللي تيتحكم في الجسم ديالك كامل، عندكم واحد العلاقه زوينه بيناتكم. الوغ كما قلت لكم قبيله راه ما يمكنش انك ما تكونش كتستريسي، سي نورمال انك تستريسي، ولكن علاش واحد ستريس كيهلكو والاخر ما تيهلكوش؟ لان هذاك اللي ستريس كاع ما كيفرعو هذاك تيعيش واحد الستريس اللي كيتسمى ستريس بوزيتيف ماشي ستريس نيجاتيف. ستريس بوزيتيف باش معروف، اول حاجه كيبقاش كيتعود النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، صافي كتعيشو نوبه وحده. تغنيتي انت واحد السيد، تغنيتي وساليتي وتسالت القصه داكور. الواحد تيقول لي انا ما تنقدرش ندير هذه المساله، تقول له نورمال انك ما تقدرش، لان هذه بحال واحد لا كاباسيتي زايده. بحال غادي نقولوا شي واحد كيلعب التنس مزيان وعنده واحد الغوفير مجهد، ماشي اي واحد عنده الغوفير مجهد، ولكن هذاك السيد حيت عنده الغوفير مجهد راه كيربح في الماتشات. اي سي لا ميم شوز في الحياه، تيخصنا نتعلموا مسائل جديده باش اننا تنطوروا. اي بو موا انك تتعلم ملي توقع لك شي حاجه خايبه انك تخليها في بلاصتها صافي ما عندكش تقدر تفكرها نهار كامل. هذا سي ان دي برومي بوين لي بلوز امبورطون باش ان الواحد يتعلم ما يبقاش كيعيش في لو ستريس نيجاتيف. لو ستريس نيجاتيف اي بوزيتيف. بعدا باش نديرو لا ديفينيسيون ديال الفرق ديالهم نعطيكم ان اكزامبل اللي غادي يشرح لكم الفرق بواحد الطريقه رائعه. عندكم اسيدي واحد السيد كيفيق في الخمسة د الصباح، تينوض كيتريني كيلعب سبور وكيدخل الدار كيلبس حوايجو كيفطر كيضحك مع عائلته كيمشي للخدمه. في 8 كيكون في الخدمه قبل من الناس كاملين كاع، كيبدا يخدم 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 كيخرج من الخدمه حتى ل 6 ولا حتى ل 8 د الليل كاع. مي كيخرج من الخدمه مع 8 د الليل كيدخل الدار اي مازال فرحان كيهضر مع وليداتو هو كيضحك معاهم كيعطيهم الخطر كيلعب معاهم مراتو كيهضر معاها بطريقه زوينه. ملي كيجي ينعس كيكون فخور من راسو، واخا ينعس حتى ل 12 د الليل ويفيق في الخمسه تيكون عاجبو الحال وفرحان انه دوز نهارو بطريقه رائعه. لوطخ اكزومبل واحد السيد ولا واحد السيده كيفيقوا حتى ل 10 الصباح، تفيق على مع 10 الصباح ولا 12 ديال النهار وكاينه حتى شي مسؤوليه في وسط النهار، ولكن القلب كيضرب، قلبي مقبوط عليا ما عرفت مالي، قلبي تيضرب 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 وما عاجبنيش الحال كاع ما فرحان. الوغ جوج بهم حالي عايشين حالات ستريس، لان حتى داك السيد ملي كيكون في الخدمه وكيجي شي واحد عنده تيقول له ايوا علاش مازال ما درتي هادي، تيكون قلبه كيضرب. واحد شويه كيمشي مع واحد السيد خدام معاه هو اللي مسؤول عليه تيقول له ايوا صوبت هذيك، تيقول له الاخر لا راني نسيت، كيعاوتاني كاين ستريس. مي علاش داك السيد كيعيش لو ستريس بوزيتيفمون وداك السيد الاخر ولا داك السيده كتعيش لو ستريس نيجاتيفمون؟ شنو كيوقع باش انا الواحد تتوقع له هذه المساله؟ علاش هذاك عايش فرحان والاخر ما عايشش فرحان؟ لان هذاك السيد اللي كيعيش ستريس بوزيتيف حامل معاه واحد الافكار واحد المعتقدات زوينين على راسو، انني واحد الانسان اللي كندير بزاف الحوايج زوينين، انا مسؤول على عائلتي وعلى وليداتي ومسؤول في الخدمه ديالي وكندير رياضه وكنتطور. تيحس بليفوليسيون في داكشي اللي تيدير، اي دوكو داك الستريس كيتحول كيرجع واحد الطاقه ايجابيه. سي فغي ان كاين لادرينالين كتخرج بحال مع مع السيده الاخرى اللي كتفيق مع ثلاثة، هي عندها لادرينالين كتخرج واخا هي واخا قالت ما تدير والو ولكن مستريسي. علاش علاش كنستريسي؟ بوركوا؟ لان كاين واحد الافكار ايوا شتي نتينا واحد الانسان فاشله ما درتي والو في حياتك ما عرفتيش دير ما عرفتيش هذا ما عرفتيش عمرك ما غتنجح في حياتك. داك المعتقدات اللي سلبيه بحال تيقولوا للدماغ ايوا فعلا كاين واحد الحاجه خطيره واقعه تيخصنا نحلوها. الوغ وهي هذيك ندوزو لو ثوازيام بوان، واش لا سوليسيون ديال هاد لو ستريس لي نيجاتيف واش هي اننا نوقفوا هاد الافكار وصافي، اولا كاينه اون اوتر سوليسيون؟ لان بور ترانسفورمي واحد لو ستريس لي نيجاتيف فيغ ان ستريس لي بوزيتيف حاجه مهمه الواحد خصو يفهمها هو ان راه حنا اللي تنديروا راسنا داك لو ستريس، ما كاينش شي واحد واحد اخر. كنضحك بعد النوبات مع الناس اللي كيجيو عندي في الكابيني تقول له هذاك يمكن شي اكسترا تيغيستر جالس لك حدا ودنيك وراك ما تشوفوش وصافي، تيقول لك انت فاشل وانت ما غتنجحش في حياتك وانت راك مشيتي فيها وكبتيها، ولكن خصك تعاقب هذا الاكسترا تيغيستر. الحقيقه هي ان الاستريس حنا كنديرو مع راسنا. علاش اللاوعي ديالنا كيدير لنا هكا؟ واش ما تنحبوش راسنا؟ واش كنكرهو راسنا باش اننا نبقاو نسبو راسنا النهار كامل؟ بوركوا بوركوا اون في كومسا؟ غالبية الأحيان كيكون هذا الشيء بحال غنقولوا واحد لا ميموار، واحد الذكريات اللي لاصقين في الدماغ الواحد من الطفولة ديالو أو لا من يكبر. تير واحد الناس شي نهار شي واحد قال لك شي هضرة ما عجباتكش، فعطمة أنك تنساها وتتخلص منها بسرعة لأنها ما زويناش، كتبقى حاملها في الذكريات ديالك
وكتبقى تعاودها لراسك النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. الوغ بور مو هذه مساله شخصيه الواحد يخدم عليها، وهي انه يفهم بلي داك التفكير اللي سلبي راه واحد التفكير اللي ما عندوش علاقه بك، واخا انت كتقول مع راسك اي في ذاك اللحظه ملي كتفهم هذه المسائل كتقدر تقدر انك تاخذ القرار باش انك جوستومون ملي يجيوك داك الافكار تقول ايوا شنو هذا الشيء هذا، لا لا انا واحد الانسان اللي ان شاء الله جو في ريوسير، واحد الانسان اللي غادي ينجح في الحياه ديالي. في نفس الوقت ما يكفيش ان الواحد غير يخدم على راسه باش انه ينجح وباش انه يحول ستريس سلبي لستريس ايجابي، احسن حاجه هي انك تخدم حتى خارجيا حتى مع الناس اللي غادي تتلاقى. ملي تتلاقى الناس ايفيكتيفمون الا بديتي كدير داكشي اللي كنتي انت مخلوع منه خايف انك دير ان بروجي دير داك لو بروجي، علاش غيوقع شويه ديال لو ستريس، ولكن ما تشوفش في ذاك اللحظه وانت مخلوع، شوف ساعتين من بعد، شوف يومين من بعد، شوف جوج سيمانات من بعد، وشوف عامين من بعد، وشوف كاع 20 عام من بعد ما انك درتي ذاك لو بروجي ولا لونتربريز اللي كنتي باغي انك ديرها. غادي تكون فخور من راسك واخا عشتي لو ستريس، غادي تعيشو بطريقه ايجابيه لان ستريس راه انساني وغادي تعيشو غادي تعيشو، دونك اللهم نعيشوه بطريقه ايجابيه باش جوستومون يبقى الجسم ديالنا مرتاح وفرحان. ما غاديش ديك الساعه واحد النهار تكون جالس غير مع راسك كرشك تتحرقك وتمشي عند الطبيب ويقول لك ما كاينش دواء اللي يقدر يعالجك، هذا مشكل نفسي خصك تعالج نفسك، ما غاديش يعجبك الحال في ديك اللحظه. دونك حنا بلا ما نوصلوا حتى لهذه الحاله هذه من الاول نتصاحبوا مع راسنا، نتصاحبوا مع هذا الستريس، تفلوا عليه ونتصاحبوا معه. يلا تبارك الله عليكم، الى اللقاء، مع السلامه.